على انواع الام. اول نوع ام الام الشريره. الام الشريره هي عايزه اي حاجه تمشي اللي هي عايزاه. هي ام يعني هعمل لكم بس حاجه كده. هي دي الام الشريره بصحيح. النوع الثاني هي ام تافهه الصراحه. انا مش بسلم. الام لو بتطلب منها حاجه حاضر يا حبيبي وما بتعملش حاجه في الاخر. هوريكوا حاجه صغيره. ماما انا نفسي في الجزمه دي. ديكو بكام يا حبيبي؟ ب 2000 جنيه بس. طب ماشي يا حبيبي دي مش غاليه. دي مش غاليه. خد اللي انت عايزه. شكرا يا ماما. اديك شفت النوع الثاني. النوع الثالث الام اللي هي بتقول اي حاجه لا 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 لا. عشان ما نتكلمش كتير انا هوريكم حاجه صغيره مش هتاخد مننا حاجه. اضرب حله بقى. انت بتعمل ايه؟ انا مش بعمل اي حاجه مزاجي. ماشي يا حبيبي. شكرا انا معاكم فارس العبد. يا رب تكونوا انبسطتوا بالحكايه دي. تصوير ياسين العبد واخراج ديما العبد.